السلام عليكم. يعني ايه بوجيه؟ فكره البوجيه بمنتهى البساطه عامله زي فكره الاشعال الذاتي في البوتاجاز. انت بتفتح البوتاجاز يطلع الغاز، بعد كده انت عايز مصدر للشعله فبتشغل بتدوس على الزر بتاع الاشعال الذاتي. نفس القصه ونفس الكونسبت في العربيات، هي البوجيه. البنزين بيتخلط مع الهواء، هو في ريشيو كده، هي 14.7 او 14.7 هواء الى 1 بنزين، بتخلطوا مع بعض وكبسوا مع بعض جوه الموتور، بيبقوا عايزين مصدر اشعال اللي هو البوجيه، بتطلع منه الشراره، وبعد كده الخليط ده ينفجر، بيخلي البستم يتحرك، البستم يحرك عبود الكرانك اللي بيتحرك العربيه، فالعربيه تتحرك. فهو البوجيه بمنتهى البساطه كل وظيفته ان هو يعمل السبارك او الشعله اللي بتحرق الخليط بتاع الهواء والبنزين. طيب بما ان هو يعني مسؤول عن الاشتعال، فاي مشكله فيه بتاثر على الاشتعال او الحرق بتاع العربيه، تشم ريحه عادم وحشه او يطلع العادم لونه اسود، فبيبقى ده حرق مش كويس من البوجيه. بيبوظ ازاي البوجيه؟ السبارك بتبقى ما بين ده وبين الرد الاسود ده، مع الوقت وكتر الحرق اللي بيحصل بيرسب على البوجيه هنا كربون، فبيعمل زي انسيوليشن كده او عزل، ما تبقاش الشراره قويه فما يشتغلش كويس. اي مالفانكشن او اي ضرر في البوجيه على طول تلاقي العربيه اتاثرت، تلاقي العربيه بقى مبرجله، في الميكانيكي يقول لك العربيه متلته يعني شغاله 3 بوجيهات، علشان اغلب العربيات شغاله 4 بوجيهات، في عربيات بتشتغل 6 8 في 3 زي الماروتي تقريبا. بس كده، فهي كل وظيفة البوجيه ان هو مصدر الشرارة، بتحرق الميكس بتاع الهواء والبنزين. علشان كده حتى هو بالانجلش اسمه سبارك بلوج او عشان كده هو بالانجلش اسمه سبارك بلوج، يعني هو المسؤول عن الشرارة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.